فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: امرأة حملت عدة مرات في رمضان وكانت تتقيأ كثيرا مما أدى إلى فقدانها لوزنها، سؤالها: هل يجوز لهذه المرأة أن تعوض عن الأيام التي أفطرت بإطعام مسكين عن كل يوم أم يلزمها القضاء؟ يعني القيء ينزل عليها بدون اختيارها، ما يضرها، الصيام صحيح. أما إذا كانت هي التي تتسبب التقيؤ فتقضي الأيام التي تقيأت فيها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.